السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد للقناة، وبمناسبة طبعا ماتشات الكورة وبطولة الأمم الأفريقية، ونتمنى طبعا للمنتخب المصري إن شاء الله يوصل للنهائي ويكسب البطولة، وربنا يوفقه إن شاء الله في ماتش بكرة. النهاردة فيديو حبيت إن أنا أعمل بقى حاجة برضه ليها علاقة بالمشاهدة والتلفزيون وماتشات الكورة، فخلينا النهاردة نتكلم على مقارنة مهمة جدا، وناس كتير جدا برضه لما بتيجي تشتري تلفزيون جديد بتفكر دايما فيها. طيب ايه هي مقارنة النهاردة؟ النهاردة بنتكلم انا لما اجيب تلفزيون اجيب الريسيفر اللي هو ال4K، تمام، اللي هو الاندرويد، ولا اجيب الريسيفر العادي اللي بيدخل برضه على الانترنت وليقدر ان هو يقدم لي كل حاجة بيقدمها الريسيفر اللي انا عايزه، ولا اختار ايه؟ طيب الاختيار بيبقى على اساس ايه؟ وده موضوع الفيديو بتاع النهاردة، احنا بنختار على اساس ايه؟ لان طبعا في اختلاف كبير جدا في السعر وفي المواصفات. الجهاز ده سعره بيعدي ال 1500 جنيه والجهاز ده سعره اقل من 500 جنيه. طيب ايه الفكرة او ليه اختار ده وامتى اختار ده؟ فخلينا النهاردة نبدأ الفيديو ونتكلم على الفرق الجوهري ما بين الريسيفر العادي اللي هيأدي الغرض واللي هيخليني اقدر ان انا اتفرج بشكل كويس، وفي نفس الوقت الفرق بين الريسيفر اللي هو اندرويد و4K وبيقدم ليفل اعلى من المشاهدة وبيقدم فيتشرز اكتر. فخلينا نبدأ الفيديو. ورجعنا للفيديو وهنبدأ نتكلم على الجهاز اللي هو نزل في الوقت الحالي اللي هو سينيتور اس 4040. هو الجهاز ده الاولاني اللي احنا هنتكلم عليه، هو جهاز زي ما قلنا بسيط جدا، السعر بتاعه اقل من 500 جنيه، فرنج يعني من ال 400 ل 500 فرنج، ده على حسب سعره. الجهاز ده زي ما احنا شايفين حجمه صغير جدا. المواصفات بتاعته بمنتهى البساطة ان هو 1 جيجا رام دي دي ار 4، وبيسبورت اي بي تي في، وبيسبورت شيرنج عليه، شيرنج طبعا فوريفر العملاق الشيرنج 13 شهر، وعليه مي شير لمدة سنتين، وعليه اي بي تي في الفا لمدة سنتين، وعليه مي تي في لمدة سنة. طيب المواصفات برضو الفنية بتاعته، هي البوردة بتاعته جي اكس، هو جهاز سينيتور اس 4040، البورده بتاعته جي اكس من افضل انواع البروسيسورز اللي بتقدم جوده كويسه جدا في الصوره. يعني احنا دلوقتي في السوق بنلاقي معظم الاجهزه اللي هي بتبقى يا اما سان بلس يا اما بتبقى جي اكس، طبعا في الفئه دي، لان طبعا في حاجات اعلى من كده. طيب دول يعتبروا الفئه المتوسطه للريسيفرات، فهو طبعا الجي اكس بيقدم كواليتي كويس جدا، بيقدر ان هو يقدم ال 1080 بيكسل هايل جدا، ما فيش اي مشكله خالص، بيدعم الترجمه الفوريه، بيدعم الشفرات البيس، وللناس اللي هي بتدور على القناه الجزائريه بيقدر طبعا يفتحها بشكل كويس لان هي الشفره بتاعتها اوتوماتيك. برضو للمعلومه ان البيس بتبقى شفره ثابته، يعني بتبقى شفره مكتوبه ثابته. طيب بالنسبه للجهاز كمان بيقدم لنا مواصفات، هو الانترنال ميموري بتاعته 8 جيجا، بيقدر ان هو يسبورت طبعا الاتش دي، هنلاقي ان هو كمان في التوصيله بتاعته في فتحه الاتش دي، هنلاقي في التوصيله كمان بتاعت اليو اس بي ان هو بيقبل يتحدث له سوفت وير سواء من خلال الفلاشه او اليو اس بي او من خلال الاف تي بي، يعني من خلال لينك على الانترنت، فهو بيقدر ان هو يدعم الخواص دي كلها، بيدعم التايم شيفت. والتايم شيفت برضو الناس اللي ما تعرفش معلومه التايم شيفت، هو التايم شيفت هو بيبقى التعليق العربي اللي هو بيتركب على القناه لو هي قناه خاصه بقمر تاني ويركب عليه، فهو بيدعم كل الخواص دي. طيب ايه اللي يخليني نسيب ده بكل الفيتشرز اللي هو بيقدمها واروح لجهاز تاني؟ طيب التاني اللي هو ده الاكبر شويه. طيب ايه اللي يخليني اروح بقى لجهاز زي ده؟ اللي يخليني اروح لجهاز زي ده ويخليني ادفع اكتر من 1500 جنيه في جهاز زي ده، وهو الفيتشرز اللي بيقدمها. اولا الجهاز ده اندرويد. طيب يعني ايه اندرويد؟ يعني انا اقدر انزل عليه ابلكيشنز، الجهاز ده ما بقدرش انزل عليه ابلكيشنز. اقصى حاجه اقدر اعملها ان انا اجدد الاشتراكات اللي هي موجوده فيه، ده اقصى حاجه، ما اقدرش ان انا مش عنديش اي قابليه ان اقدر ان انا انزل اي حاجه بره السوفت وير بتاعه. لكن ده اوبن سورس اندرويد، اقدر انزل عليه اللي انا عايزه، عايز انزل عليه امازون برايم، انزل عليه نتفليكس. هو الجهاز ده يعتبر هو غالي علشان هو يعتبر جهازين في جهاز واحد،
ده زي ما اتكلمنا كده في فيديو سابق، ان هو الجهاز ده عبارة عن اندرويد تي في بوكس زائد ريسيفر. تمام. طيب المميز كمان جدا ومخلي سعر الجهاز ده غالي ان البورده بتاعته هاي سيليكون، كيرن هاي سيليكون، فهو البروسيسور بتاعه هواوي، فهو بيديني امكانيات زي امكانيات التابلتس اللي كانت بتقدمها هواوي. تمام. فهو جهاز مميز. طيب الفيتشرز كمان اللي بيقدر ان هو يقدمها ان الجهاز ده 4K، بيقدر ان هو يسبورت ريزولوشن لحد 3840 في 2160، يعني بيقدر يجيب لي لحد الصوره ال 4K. كمان ميزه مهمه عن الجهاز ده، الجهاز ده اقصى حاجه يقدر يجيبها في الاتش دي هي ال 1080، وات ايفر بقى كان التلفزيون ايه، لكن الجهاز ده يقدر يجيب لي في الاتش دي او الهاي ديفينيشن يقدر يجيب لي فول اتش دي، يعني هيجيب لي 1920 في 1080. فبالتالي ده في القناه العاديه هيقدر يجيب كمان ريزولوشن اعلى. لكن في نقطه مهمه جدا، ان عشان يقدر يحقق ده لازم يكون التلفزيون 4K. ففي البلد دي كده لو التلفزيون 4K هات ده، عشان حرام تظلم التلفزيون ال 4K بده، هيقدم ده كويس، صوره كويسه جدا وهيبقى تمام جدا على ال 4K، بس ده هيبقى احلى ويقدر كمان يسبورت الجينريشن الاعلى وهي ال 4K. لكن الجهاز ده لو انا التلفزيون بتاعي مش 4K، الجهاز ده رائع وهايل، لانه برضه جي اكس، فبتقدم كواليتي في صوره كويسه جدا، ان هو يديني كل الفيتشرز اللي انا عايزها. الجهاز ده نازل معاه 2 ريموت، نازل معاه ريموت بلوتوث وريموت عادي، دي حاجه طبعا خطيره جدا، وكمان نازل معاه عدسه، وفي عدسه داخليه ومعاه كمان عدسه خارجيه، فهو مدي لك فيتشرز كتيره جدا وحجمه صغير، انت لما بتركبه في التلفزيون ممكن ما تشوفش شكله اصلا. بعدين ريموت بلوتوث يعني انت تقدر تحول من اين، لكن الجهاز ده مش بيسبورت ريموت بلوتوث. بس الجهاز ده بقى في ميزه، ايه هي اللي احنا قلناها قبل كده، ان انا بقدر اوصل له الكيبورد اللي اقدر ان انا احول بيها كل حاجه واقدر اتعامل بيه، وان في براوزر وان في كل حاجه يقدر ان هو الجهاز ده حقيقي. فعشان كده ده بيتميز، الجهاز ده اعلى من التاني واغلى منه للاسباب دي، ان هو بورده هاي سيليكون، بورده هواوي، في نفس الوقت بيقدر ان هو يسبورت ال 4K، في نفس الوقت ان انا اقدر انزل عليه الابس، وكمان برضه في نفس الحاجات اللي هنا، في برضه اي بي تي في وفي اشتراكات شيرنج نازله عليه بيقدر يسبورت كل الكلام ده، ما فيش اي مشكله. زائد بقى ان انت براحتك بقى، انت عندك البلاي ستور تقدر تنزل بقى اللي انت عايزه، تقدر تنزل عليه ياسين تي في، تقدر تنزل عليه الاسطوره، فتقدر تعمل اي حاجه انت بتدور عليها. فبالتالي ده جوكر، تقدر ان انت تستخدم، هيحقق لك كل اللي انت عايزه، هيشغل لك القناه اللي هي الكواليتي بتاعتها وحشه وهيحاول يعمل اب سكيل يعلي لك من الكواليتي بتاعتها، وهيشغل لك القناه الاتش دي بريزولوشن ده ما يقدرش يحققه، وفي نفس الوقت هيشغل لك كمان ال 4K اللي ده ما يقدرش يشغل 4K. فبالتالي ده المميز عن ده، فده الفرق الجوهري ما بين الجهازين. يمكن ده اصغر في الحجم وده اكبر شويه، ولكن هو ده مش زي ده، هو ده دي النقطه الجوهريه. وليه الاجهزه دي بتبقى اغلى؟ الجهاز ده بالمناسبه ستار نت 2050، وهو حاليا صعب تلاقيه دلوقتي لان هو موديله قديم شويه، فبتلاقي طبعا اللي هو ال 2080 وال 2090 واغلى طبعا بشكل كبير، ان هم بيعدوا ال 2000 جنيه، لكن هي الفيتشرز بتاعتهم هي اللي مخليهم اغلى، ان هم كان بيسبورتوا ال 8K، فبيسبورتوا كمان ريزولوشن اعلى من ده. فبالتالي هو ده السبب او هو ده السر. الاجهزه دي فيها ميزه هما الاثنين، ان هو السنسور بتاع الحساسيه الاشاره بتاعتهم عاليه جدا، ان هم بيشتغلوا من اقل حاجه، فبالتالي الدنيا كويسه جدا. في نفس الوقت هم بيقدروا ان هم برضو يسبورتوا سوفت وير من خلال اليو اس بي ومن خلال برضو الاونلاين، دي ميزه هايله جدا. انت الاجهزه دي بتقدر تنزلها وتنزل ملف القنوات بتاعتها، وقنواتك نازله ومترتبه ودنيتك تمام تمام. فدي من مناسبه الماتشات ومناسبه ان الناس دلوقتي بتتفرج، فيقدر ان هو يختار. لو انت جبت تلفزيون جديد 4K، اعلى معاه ده، هتلاقي فرق في الصوره غير عادي. وبالمناسبه عشان ده يقدر يدي لك ال 4K، لازم تستخدم له كيبل 4K، ما تستخدملوش كيبل عادي. لو استخدمت له كيبل عادي مش هيجيب لك ال 4K، لازم تستخدم كيبل 4K، لان هو بالتالي ما هيشتغل على تلفزيون بيسبورت اتش دي ام اي 2 مش 1، فبالتالي لازم تجيب له كيبل 4K. ده حرام، مش هتحتاج تجيب له ده خالص، ده هتجيب له الكيبل العادي جدا وهتستخدم. لكن هو بالنسبه لتلفزيون عادي هيدي لك جوده للصوره رائعه، وهيدي لك كواليتي كويس جدا، وهيدي لك كل اللي انت بتدور عليه. فانت اختيارك على حسب الدنيا. فلو انت معاك شاشه 4K، لا ما تديهالش ده، هتديها ده. لو انت معاك شاشه عاديه او سمارت او اندرويد تي في لكن مش 4K، لا يبقى ده اوفر لك، ان ده سعره اقل بشكل كبير.
فبالتالي هو هيحقق لك. وده الفرق الجوهري اللي ناس كتير جدا بتشوف الاسعار وبتشوف الحاجات وبتشوف تفاوت، لان في ريسيفرات اللي هي الانجما والحاجات دي بتعدي 3000 جنيه، فبالتالي الواحد بيشوف حاجه وهم طبعا يعتبر اعلى جوده في السوق، فبالتالي الواحد بيشوف. لكن هو بالنسبه لسنتر 4040 جهاز محترم جدا، ودي العلبه الخاصه بيه، الخاصة بالسيناتور 4040 والمواصفات بتاعته. هو جهاز عن تجربة هايل جدا، والدعم الفني بتاعه محترم جدا، ويقدم كل الأساسيات اللي انت محتاجها. بيدخل على الانترنت، بيدعم الاي بي تي في، وبيدعم الشيرنج، وبيقدر يقدم لك كل اللي انت عايزه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير، وشكرا جدا.